بسم الله، هنكمل بقى محاضراتنا في السيسنين 200-301. هنكمل بقى محاضراتنا في الوان تكنولوجي. هناخد بروتوكول اسمه تريبل بي او اي، ده من ضمن الحاجات اللي كانت نزلت في المنهج اللي فات ال 200-125. بعد كده سيسكو راحت شالتها في المنهج الجديد بتاعنا ده اللي هو بوينت، بس ده من ضمن الموضوع مهم برضه، تو بوينت اوفر بوينت تو بوينت بروتوكول اوفر ايثرنت. التريبل بي ده التريبل بي درسناه اثناء ما كنا بنتكلم على كابل السيريال. البروتوكول ده فيه امكانيات كبيرة، من ضمن الامكانيات اللي كانت موجودة في التريبل بي الاثنتيكيشن، من ضمن الامكانيات الاثنتيكيشن عشان الطرفين. لو عندك اتنين راوتر عشان الطرفين يقوموا ازاي زي بعض، لازم يكون في كلمة سر ويوزر نيم وباسورد، ولازم تكون صحيحة عشان يشيروها مع بعض. طب لو كانت بقت ايه، لو كانت صحيحة الكونكشن بتقوم، لكن بقى لو كانت غلط، مش لو كان عندي بقت مشكلة خطيرة جدا في كابلات الايثرنت، ان انا مجرد اتصال، مجرد ما بعمل اتصال ملهوش كلمة سر، ما لهوش اوثنتيكيشن. قال لك ممكن تعمل اتنين في واحد، ممكن تعمل حاجة اسمها اتنين في واحد. ايه هو ده؟ اللي هو التريبل بي او اي، اللي هو بوينت تو بوينت بروتوكول اوفر ايثرنت. هناخد خاصية اليوزر نيم والباسورد اللي موجودة فين في الاوثنتيكيشن، اللي موجودة في التريبل بي، وهنضيفها على الايثرنت تكنولوجي اللي هي كابلات الايثرنت. فكابلات الايثرنت هنحط لها خاصية اليوزر نيم والباسورد. هي دي الحلاوة، ان احنا كنا في الدسلام واصلين براوتر سيسكو. طيب ان كان وصل براوتر بكابل ايثرنت، كابل الايثرنت ده الدسلام، هو هحوله لار جي 11 او سلك التليفون العادي عشان يمشي في الشارع، المودم حوله يحوله ايه لايثرنت. فبوصله على الراوتر فقام، او وصله على الكمبيوتر ده على انه ايه ايثرنت، كأن الكابل من الراوتر للكمبيوتر الايثرنت ده الشكل بتاعي يعني. ده لو اي حد ليه شخص في السنترال هيقول له ايه، لو سمحت دخل اربط لي ده الدسلام بخط الكابل بتاعي، وصل لي الكابل ده في الدسلام وشغال انترنت وعيش. الحل ايه؟ الخطوط ممكن تتسرق، والشركة خطوطها تتسرق. قال لك ايه؟ لا، هنستخدم خاصية التريبل بي او اي، ان احنا على كل راوتر هناخد راوتر لينا في السنترال اللي هيتوصل بالعملاء، او ممكن تحطه على سيرفر. في الغالب ده اللي بيحصل، بنحط عليه اليوزر نيم والباسورد بتوع كل العملاء. لذلك عشان كده لما بتيجي تعمل الكونفيجريشن بتاع الراوتر بتاع تي داتا مثلا، او المودم بتاع تي داتا، او بتاع سيسكو، او بتاع اتصالات، او بتاع فودافون، يقول لك ايه، اللي عندك لازم تدخل اليوزر نيم والباسورد اللي هم عطوهولك اما بتيجي تتعاقد مع الخط. لو ما كتبتهاش مش هيتفعل عندك الانترنت. ليه؟ علشان الاي دي اس ال مودم او الراوتر السيسكو، اذا كان طبعا المودم ده بلتي ان في الاوثنتيكيشن مع الراوتر، بيجي يقوم لك بيقوم الاتصال يقول له اليوزر نيم والباسورد ايه عشان يعمل تشيك عليهم. تلاقي الاتصال قام والكونكشن قامت ما بين مين؟ ما بين الطرفين. اذا الميزه الجامده هنا في التريبل بي او اي، ضافها على تقنيه الايثرنت عشان تديني السكيورتي. مش اي طبعا، ودي مهمة جدا عشان يقدر يعمل كونكت، يعمل تشيك ويقدر يديني الانترنت.
مش هتشتغل الا للعملاء اللي هم عندي اللي ليهم يوزر نيم وباسورد، عشان يشتغلوا بيها يجوا يوصلوا نفسهم يشتغلوا. طيب الكونفيجريشن بتاع التريبل بي او اي بقى هوصل اتصل فين؟ لو انت عندك راوتر سيسكو بعد الاي دي اس ال فما فيش فتحات ار جي 11، يبقى الكونفيجريشن بتاعه النت لو هتعمل على الراوتر بتاعك النت الاعدادات بتاعه الديفولت روت هتعمل على الاي دي اس المودم اللي جاء اللي جنب اللي عندك. الى جانب برضه انك هتدخل الاعدادات بتاعه اليوزر نيم والباسورد دول. طيب لو عندك الكارت بتاع راوتر سيسكو ده يبقى الديفولت روت هيتعمل على الراوتر سيسكو، هتعمل له ديفولت روت اللي هو الاربع اصفار الاربع اصفار فاكرينها، هتشغل الديفولت روت. بعد كده هتشغل النات، النات كده كده بتفعله على الاي اس ال مودم، هتفعله برضو على راوتر سيسكو اللي عندك، هيتعمل على راوتر سيسكو بتاعك برضو الاعداد بتاعه اليوزر نيم والباسورد كله عشان يتعمل عشان يقدر يسحب الخط، يسحب لك خط او يسحب لك اي بي ويقدر يشتغل عندك. تشوف تعمل الكونفيجريشن ازاي. لو مودم اي دي اس ال ناحيه الانترنت سيرفيس بروفايدر بيديني بابليك اي بي للاي دي اس ال مودم، انت عايز تجيب راوتر سيسكو وتوصله بعد الاي دي اس ال وبعد كده عشان يعطيك خصائص زياده وبعد كده توصل اللان بتاعك بس الاكثر شيوعا، مفيش حد بيشتري راوتر سيسكو يعني، كله بيوصل بالاي دي اس مودم وخلاص يعني. وزي ما قلت لك انا بوصل براوتر سيسكو عشان لو انا عايز ميزات زياده يعني. انت توصل الاي دي اس مودم على طول على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب الشبكه الداخليه ما عنديش راوتر سيسكو واخد برايفت اي بي، كده كده الاي دي اس مودم بيتعمل عليه نات، بيتعمل عليه على الراوتر بيتعمل عليه النات، فاكرين النات الاستاتيك والديناميك والبات، وبتعمل عليه برضو الاعدادات بتاعه اليوزر نيم والباسورد اللي هي التريبل بي او اي. طيب لو انا عندي راوتر سيسكو خد بالك كده كده بيترمي عليه بابليك اي بي، لازم يشوف بابليك اي بي. في احيانا شركات بتقول لك ايه عايزين نشتري بابليك اي بي للشبكه الداخليه اللان الداخليه بتاعتي، بيكون في مثلا بابليك اي بي لي عشان يجيب ادخل على الراوتر من اي مكان في الدنيا، عايز ادخل على ابلش سيرفر ابلش اكسشينج سيرفر كده يعني، فانا عاوز بابليك اي بي. فطبعا احنا هنا في مصر الشركات كلها قفلت، ما فيش الا يمكن شركه نور بس اللي بتدي بابليك اي بي بالعافيه يعني. كده انت مضطر تشتري بابليك اي بي في اللان الداخليه، الراوتر على يمين البابليك والفتحه الثانيه عليها البابليك، كده مش محتاج نت، ان برايفت هيطلع بابليك على طول يعني، او بابليك هيطلع بابليك على طول. النات اتعمل علشان البرايفت يطلع على البابليك، زي ما احنا خدناها في النات بات مثلا، ان انا اطلع الشركه كلها ببابليك اي بي واحد بس. ما ينفعش اصلا البرايفت ده. طيب راوتر سيسكو في بعديه لين داخليه وليكن 172 16 16 يعني، راوتر سيسكو هيعمل عليه ايه؟ هيعمل اول حاجه هيعمل عليه ديفولت روت ناحيه الراوتر الصغير اللي هو الاي دي اس ال مودم اللي هي فتحه مثلا اللي واخده البابليك اي بي، ويتعمل بعد كده عليه نات عشان الشبكه الداخليه اللي هي واخده البرايفت اي بي عشان تقدر تطلعك انترنت بالشبكه الداخليه بتاعتك. وليكن مثلا ايه لو جينا مثلا فتحنا ال باكتريسر ادي راوتر سيسكو اهو، وادي طبعا الشبكة الداخلية بتاعتك وليكن سويتش اهو، وادي الشبكة الداخلية بتاعتك وليكن ده مثلا الانترنت بتاعك، فواصلين كده. ده زي شكل كده احنا بنحطه كانترنت يعني، وانت طالع بالانترنت كده يعني.
وليكن هنا طبعا الفتحة اللي هنا دي هتكون واخدة مثلا 51.1.1.1، ودي الشبكة الداخلية اللي واخدة 172 مثلا، واخدة 192. لو انت عايز تحط بابليك اي بي على السيرفرات الداخلية اللي عندك، مش محتاج تعمل، طبعا انت بتعمل نت هنا عشان تقدر تعمل ايه، اي جهاز داخل من البرايفت يطلع على الانترنت. لو انت عايز تحط على جهاز دي بابليك اي بي، فانت مش محتاج تعمل النت عند حضرتك هنا. طب لو انا عايز اعمل اعدادات عادية في الحالة دي، الراوتر محتاج تعمل عليه ديفولت روت هنا، وتعمل عليه نات. الاعدادات دي بتتعمل على الرواتر اللي في السنترال، الحاجات دي لو انت وصلك مودم بتتعمل على الراوتر في السنترال. طب هتعمل الدنيا عندك ازاي؟ هنعمل الدنيا دي على فتحة اسمها اللي هي الانترنت، على فتحة الانترنت بتاعتي. طيب هنعمل اللاب العملي بتاعنا ازاي؟ هنعمله على جينيس 3. لو جينا فتحنا كده جينيس 3، وليكن مثلا ايه ده الراوتر السيسكو بتاعه اللي هو جاي من عند الاي اس بي. وادي الراوتر تاني مثلا، اركب هنا اوكي. مش عايزين اللي هو انترفيس واحد بس، هنربط ده هنا فاست وده فاست. هنيجي نشغل الراوتر ده، هنيجي نقول له هنا كونفتي، هنقول له كده هوست نيم، هنسميه ده سيرفر مثلا. بعد كده هنقول له ايه، بي بي اي جروب تريبل بي و اي، وليكن مثلا نسميها حميد. طبعا انت بيسمى لك على حسب نفس الاسم بتاعك انت يعني. هيغير لك الشكل بتاعك هنا. طبعا خلي بالك كلمة حميد دي متغيرة، اي اسم انت بتحطه يعني. هتقول بعد كده فيرتشوال تمبلت واحد، هتقول له انترفيس فيرتشوال تمبلت، هنقول له هنا اكزيت، هقول له انترفيس فيرتشوال تمبلت. واحد هنديها اي بي عادي خالص، هنقول له اي بي هدرس، وهنا بياخد بابليك اي بي. هندوله مثلا 51.1.1.1 255.255.255.0. زيرو، هنقول له نو شوت داون عادي، فتحة عادية خالص يعني. هيخرج من خلاله، طب طبعا البابليك اي بي ده اللي هيخرج من خلاله الاي بي البابليك، طبعا بيكون من نفس البولة اللي هو بيديها لك. ده الاي بي اللي بيحصل عليه جهاز العميل، اللي بيحصل عليه جهاز العميل من مين؟ من السيرفيس بروفايدر. بعد كده بتقول له نشط داون، بعد كده بتقول له بير ديفولت اي بي هادرس، بول، وتدي له هنا ايه اسم البول بتاعتك، تدي اي اسم ليكن مثلا اوديك، تدي اي اسم. يعني ايه؟ يعني انت هتوزع للاطراف المتصلة بيك او الكلاينت المتصل بيك من خلال خدمة الدي اتش سي بي، او من خلال الرينج اللي انا هكريته لك دلوقتي اللي اسمه تيست او اللي اسمه الاوديك ده. هيدي له رينج اي بي من كذا لكذا، يبتدي يوزعه، ولازم يكون الاي بي ده احد اي بي الخاص بيهم، هيكون احد اي بيهات الخاصة بيه. يفضل ان هو يكون الاول، ان هو يكون طبعا ايه اللي هو 51.1.1.1 الى كام، لحد 254، عشان ما يوزعش نفس الاي اس بي الاي بي
عشان ما يعملكش كونفليكشن. بعد كده هنقول له تريبل بي اوثنتيكيشن تشاب كول. ده معناها استقبل او تحقق من الاتصال الوارد الانكومنج وتحقق منه. بعد كده هقول له كده اي بي لوكال اي بي لوكال بول اي بي. قلت في حاجة اسمها لوكال لوكال شيرينج. اي بي لوكال بول اللي هي عم اوديك اللي هي بتبدأ من كام؟ نفس الاسم طبعا. طبعا دي بتبقى فيها الكونفيج اكزيت. اقول له اي بي لوكال عملت اوديك اللي احنا لسه عاملينها هتبدأ من كام؟ من 51.1.1.2 لحد 51.1.254 على حسب البولة اللي هي مديها لك يعني. ماشي كده. هنا في حاجة ناقصة local pool اللي هي اوديك وهتدي له 51.1.1.2 51.1.254 كده قبل الامر بتاعي. هنكريت يوزر نيم وباسورد على الراوتر. هقول له كده يوزر نيم وليكن يوزر نيم ده هنسميه مثلا عماد. باسورد وليكن مثلا سيسكو. دول اللي الطرف الثاني هيكتبهم عشان يقدر يعمل عمليه الاوثنتيكيشن. لازم اولا الكلاينت يغير الهوست نيم بتاعه لكلاينت عشان دي شروط التريبل بي او اي بروتوكول. الحاجه الثانيه هتكريتها على الراوتر الثاني زي ما قلت لك اللي هو الكلاينت بس هنعكسه. يعني بعد كده هنروح للراوتر الثاني الانترفيس الحقيقي بقى اللي انا هربط بيه اللي هي انترفيس فاست 0 على 0. هنقول له تريبل بي او اي هتقول له انيبل جروب اللي هي عماد جروب اللي احنا كريتناه دلوقتي. تمام كده. بعد كده بقول له كده فعل التريبل بي وكمان استدعي الجروب اللي اسمها عماد دي عندي الخصائص بتاعتها. بعد كده تقول له نو شت داون عشان تفتح الانترفيس بتاعتي. كده اعدادات السيرفر خلصت. نروح بقى للكلاينت او للراوتر التاني. هنقول له هنا كونفتي. هنا خلي بالك هقول له انترفيس دايلر واحد. ده فيرتشوال انترفيس اللي هيكون عند الكلاينت. هتقول له اي بي ادريس نيجوشيت. ده لازم اديله اي بي ادريس. مش انا هكتب له هو المفروض اللي هيسحبه من ده المفروض اللي هيسحبه من الاي اس بي من الرينج اللي انا لسه مكريته من السيرفر. يعني زي ما انت قدامك كده بقول له بعد كده فعل بروتوكول التريبل بي. هقوله كده انكابسوليشن تريبل بي. بعد كده هقوله تريبل بي تشيب الباسورد بتاعتي اللي هي سيسكو
اللي احنا لسه عاملينها، نفس الباسورد اللي احنا كنا مكتبينها في الراوتر السيرفر، نفس الباسورد اللي هي مكتوبه في راوتر ايه السيرفر اللي عندي. بقوله استخدم التشاب في التحقق من حساب المستخدم، او استخدم التشاب في التحقق من الطرف الثاني، وباسورد سيسكو في الطرف الاخر. بعد كده هتقول له دايلر بول، هنقول له هنا اكزيت دايلر، بول المفروض هنا حاجة اسمها دايلر بول. دايلر بول، وهنا هتديله اي اسم عندك، ليكون اوديك مثلا. هتديله اي اسم مثلا اوديك، وليكن ده اي اسم يعني اسم اوديك موجود. هتقول له مثلا ايه ده اي اسم، نقول له تيست مثلا. دايلر بول واحد، هو لازم رقم هنا. بقول له بقى اسحب اي بي من البول لرقم واحد، بس دي مجرد اسم فقط، علشان اقول له فيه طرف تاني هيغزلك بالاي بي. هتقول له دايلر جلو جروب واحد، دي معناها انه ممكن يسحب عدة اي بي، بس لازم يكون اي بي واحد. بعد كده هنقول له بعد كده اي بي ام تي يو 1492، دي ثابته بندخلها. دي معناها ايه؟ البروتوكول تريبل بي بيحط هيدرز زياده حوالي 8 بيتس على الباكت، والباكت دي اقصاها 1500 بايت، وبالتالي 1500 دي حطيت عليهم 8 هيدر كمان. الشغل بتاعنا التريبل بي هتبقى 1508 باكت، دي هيتعمل ليها دروب، وبالتالي انا بقول له خلي حجم الباكت 1492، علشان اما يحط عليهم الثمانية بيتس توصل 1500، اللي هو الحد الاقصى لحجم ايه الباكت الواحد. زي ما شرحت قبل كده ان التريبل بي بيعمل هيدر على ايه، على الباكت اللي هو هشتغل عشان الانكابسوليشن. الباكت لازم يتحط هيدرز خاصة بيها، هو يبقى حجمه حوالي 8 بت. لما يحط الباكت دي على الحجم البايت العادي اللي هو المفروض 1500، هيبقى 1508. عشان كده بتقول له ايه، خلي حجم الباكت العادي من غير الهيدر 1492، عشان انت لما تحط الباكت وتقفل 1500 اللي هو الحد الاقصى لحجم نقل البيانات. جزئيه الام تي يو دي هنقدر نشوفها من خلال انترفيس فاصل 0 على 0، اللي هي المالتي، اللي هي ماكسيمم ترانزميشن يونت. ده حجم الاقصى لنقل البيانات، تحط في الباكت حجمها قد ايه، ده الحد الاقصى. طبعا برضو هنقوله هنا ايه، نو شت داون للانترفيس دي بتاعتي. بعد كده هقول له انترفيس فاست 0 على 0، ماشي كده. هنقوله نو شت داون، وهتقول له تريبل بي او اي انيبل. بعد كده هتقول له تريبل بي او اي داش كلاينت دايلر بول نمبر واحد، اسحب من البول رقم واحد اللي هي متكريته على الفيرتشوال انترفيس. بص كده هتلاقيها اب داون. بعد كده هتقول له
لو انا كده قلنا دو شو انترفيس بريف طبعا هتلاقيه برضو ما سحبش اي حاجه، لسه بيعمل عمليه الاتصال، لسه بيعمل عمليه ايه الاتصال زي ما اقول لك، بيحاول يعمل عمليه اتصال زي ما قدامك. اب داون هتقول له كده اليوزر نيم كلاينت اللي احنا كريتناه هناك، يوزر نيم احنا هنا سميناه مين؟ عماد. هتقول له هنا اليوزر نيم بتاعك عماد والباسورد اللي هي سيسكو. طبعا هنا لازم تغير الهوست نيم بتاعك، هتسميه كلاينت، لازم تغير الهوست نيم بتاعه كلاينت. ده تاني الامر ده، شايف الانترفيس بتحاول تقوم اهي. تقدر تحقق من تفعيل بروتوكول التريبل بي او ازاي؟ لو احنا جينا هنا قلنا له شو تريبل بي او اي سامري وان كلاين سيشن، اهو او سحب اي بي اهو. شايف اتغيرت الاب اهي. لو انا قلت له كده شو تريبل بي او اي سيشن، هي انها في سيشن اتسحبت هي الانترفيس، هيبص بتقوم اهي بتقوم تقفل، بس برضه بيسحب اهو كل شويه بيسحب. يعني دي قصة ايه؟ دي قصة التريبل بي او اي. حد عنده سؤال؟ طبعا هو موضوع لازم تكون حضرتك عارفه، ده من ضمن المواضيع المهمة جدا في السي سي ان اي. يعني شكرا.